مع ناصر هيا نتعلم قيما وقصصا أكثر، قيما إسلامية بلغتنا العربية، حكايات ومعلومات في يوميات ناصر، في يوميات ناصر، ومعه منصور وحصة كل يوم جديد. مع ناصر سنستفيد في المنزل أو في الحديقة أو في المسجد، قيما أكثر قصصا أكثر، هيا 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 هيا، قيما أكثر قصصا أكثر، هيا 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 هيا. لا 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 لا، حكايات ومعلومات في يوميات ناصر، يوميات ناصر، ومعه منصور وحصة يوميات ناصر. يبدو أني سأهزمك هذه المرة يا سالم. مستحيل، هيا العب أسرع أسرع. صوتك عال يا حامد، أخفضه قليلا. أنا مندمج باللعب، لا تكلموني. لنستمر باللعب يا سالم. ماذا جرى لك؟ العب يا ما هذا يا حامد؟ تعلم أن إبراهيم يكره هذا اللقب وتتعمد تناديه به؟ لا أريد أن أكمل اللعب معك. إنه مجرد لاعب يا حامد، لماذا تحتد على صديقك إبراهيم وتناديه بلقب سيء؟ لم أقصد إهانته، هكذا خرجت هذه الكلمة. هل تعلم أن أي تلميح سيء إلى اسم أو لقب عائلة سلوك مذموم وسخرية حذرنا منها القرآن الكريم ونهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والتنابز بالألقاب هو السخرية من الناس بالقول، كتسمية الشخص باسم يدل على عاهة أو مرض، أو التعريض بلقب عائلته أو جنسيته. سبحان الله، كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. لقد أخطأت في حق إبراهيم، سأذهب الآن وأعتذر منه أمام الجميع. لا يليق بمسلم أن يسخر من أحد، وبخاصة من إخوانه المسلمين، وقد تكون السخرية بإشارة من يد أو كلمة باللسان أو تقليد الصوت أو تقليد المشية وحركات الجسم. وفي عصرنا أصبحت السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم فيها الأشكال التعبيرية الموجودة في الهواتف الذكية. لقد نهانا الله تعالى عن جميع ألوان السخرية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت عليهما أم المؤمنين السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي عكرته، رواه أبو داود والترمذي. يا أكرم الأكرمين، نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك. دمتم بخير، تابعونا في الحلقات القادمة. جميلة يا أصدقاء، إلى اللقاء. غدا يتجدد معكم اللقاء يا أصدقاء، غدا قصصا جميلة يا أصدقاء، إلى اللقاء. غدا يتجدد معكم اللقاء، قيما أكثر قصصا أكثر.